شو الحظوظ الفريق الوطني لما رحنا شبه هذه للنهائي ونجيبوا الكاس؟ انا نقول لك ما زلت نشوف كره القدم الجزائريه. انا فريق وطني كما هذا نروح به عالمي، نروح به حتى الفينال ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه توجهها للجوار وبالماضي خاصه. نطلب من الانصار من لاعبين فريق الوطني والمدرب وزير السعاده ماذا بينا يروح للنهائي ويجيب لنا الكاس كما جبناها من مصر ان شاء الله والنجمه الثالثه. وهذه ان شاء الله بربي هذه الرحله وهذه الكاس اللي جبناها نهديوها خونا قادي الله يرحمه تار غايه وعمي عبد القادر اللي كانوا معنا كل وين تنقلوا يكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السيد محفوظ روان رئيس بعثة فريق انصار الفريق الوطني، وهذا شرف كبير انا في مطار هو اللي بومدين اليوم راح نتنقلوا الى كوديوار اول بعثه ونتلقوا الكوديبا نصر الفريق الوطني، وهذا شرف كبير. ونطلب من الانصار اللي يحبوا يجيوا ولا راهم يتنقلوا معنا باش يديروا الحقنه تاع هذيك المراريه وكذا ويشربوا الندوه، وهذا شرف كبير لنا سهلت لنا الاتحاديه ونشكر المسؤولين اللي قاموا بالدور هذايا.